نقف وقفة احتجاجية أخرى أمام عملة أسف. طبيعة الأسباب الجميع يعرفوا الأسباب، نحن ضحية في تجزئة سكنية اللي كيمتلكوا ثلاثة الشركاء السعوديين. طبيعة الحال الشركاء السعوديين دخلوا في نزاعات قضائية ما بينهم. هاد النزاعات القضائية نحن لم نكتشفها إلا في 2018. هاد النزاع القضائي في التجزئة السكنية استمر لسبع سنوات في القضاء. المشكل اللي مطروح هنا عندنا واللي تسبب لنا في هذه الكارثه كلها هو تراخيص منحت من طرف الجماعه. التراخيص اللي تمنح في 2011 ما خصوش يتعطى، والترخيص اللي عطاته الجماعه في 2015 ما خصوش يتقطع. هذه التجزئه السكنيه ما كانش خص يترخص لها، لان عليها حجوزات وعليها رهونات وعليها تقاييد احتياطيه. كيف يعقل أن عقار مدخل بالرهونات والحجوجات كيتعطى لي ترخيص في 2011؟ وأكثر من ذاك الشيء أن الأرض عليها نزاع وكيتعطاها إعادة ترخيص في 2015 في الوقت اللي كانوا موقفينها في 2012. والغريب في الأمر أن هاد الزيئة عطاو ترخيص في 2011 وعاود في 2012 كيصدر المجلس جامعة ديال أسفي قرار بتوقيف الزيئة لأسباب تقنية. وكنت تفاجئوا انه في 2015 كيعاودوا يرخصوا التجزئه السكنيه قبل الانتخابات بثلاث ايام. والغريب في الامر ان هاد الناس هادو راهم متواصلين بمراسله من طرف ورثه احد الشركاء السعوديين كيقولوا لي مودير احنا داخلين في نزاع. يعني في 2013 عندهم مراسله ومتواصله بها الجماعه فيها لاكيزي التاريخ باش وصلت والرقم باش دخلات عندهم، ورغم ذلك كيرخصوا التجزئة السكنية عليها نزاع. راه هاد الناس خبروهم وقالوا مودي حنا رحنا في نزاع خاصكم تسحبوا الترخيص. اشنا هادو هما داروا في الوقيته اللي كانت التجزئة السكنية متوقفه في 2011 حتى 2015 كيرخصوا لها قبل الانتخابات ثلاث ايام. هذه جريمه، هذه راه ماشي شي حاجه بسيطه، هذه راه جريمه كبرى. اكثر من هذا الشيء نرجعوا ل 2011 هذا العقار اللي تم ترخيص له في 2011 شنو الوضعيه ديالو القانونيه؟ وراء الوضعيه ديال القانونيه شنو هي؟ وانه متقانون بالرهون والحجوزات. تصوروا هذه غنحكي لكم ما كايناش في المغرب، الا لقيتوها شي بلاصه في المغرب قولوا لي. ان العقار الى الان من 21/1/1925 الى الان في كندوي معك الان هذا التيتر عندي وفيه مرور السكه الحديديه الى الان. واش يتخيل شي عاقل في الدنيا ان تجزئه كيترخص ليها فيها مرور ديال السكه الحديديه؟ هذا المرور اشنو هو؟ وانه استعمار فرنسي ملي كان في اسفي كان داير تما واحد كاريان، هذاك الكاريان كينقل منه الحجاره من تما الميناء ديال اسفي، تبنى الميناء ديال اسفي بهذه الطريقه وبقى
وبقى هذاك الحق ديال المرور الى الان ما تحيدش. كتوصل الجماعه ديال اسفي بمراسله من طرف ورثه احد السعوديين، كتقول لهم حبس حبس الترخيص، راه حنا دخلنا في نزاع للاسباب الاتيه راه مذكوره، ورغم ذلك كيرخصوا ليها قبل الانتخابات بثلاث ايام قبل. وحلل وناقش غير انت، انا ما تخلينيش نحلل، اترك لك التحليل. قبل الانتخابات بثلاث ايام اعاده الترخيص، رغم انهم كيتوفروا على مراسله كتقول لهم راه دخلنا في نزاع قضائي، وهذاك النزاع القضائي هو سبب توقف الزيعه الى الان، هو سبب الكارثه العظمى الى الان. هذا النزاع القضائي الان بين السواعده ما بقاش، بدا من 2013 من التاريخ اللي وريتكم فيه المراسله، وسالف 2020، يعني هاد الناس جلسوا 7 سنين في القضاء. وهاد النزاع كاين في التيتر ديال الملكيه، كاين معروف واضح الا اللي ما بغاش يشوفه. الان الوضعيه ديال الزيئه شناهي؟ الوضعيه ديال الزيئه السكنيه هو انه النزاع ما بقاش، لا يوجد نزاع الان. اللي كاين هما ان الورثه اللي خسروا القضيه في النقد والابرام دايرين العصا في الرويض، دايرين بلوكاج، حتى الزيئه ما تمشيش ضدا في الناس اللي خسروا ضدهم القضيه. بمعنى الان الوضع القانوني ديال الزيئه القانونيه لا وجود لنزاع قضائي، خاص تدخل على اعلى مستوى. كيفاش خاصو يكون تدخل؟ السيد العامل ما بغاش يستقبلنا في ظرف 4 ثوان، استقبلنا مره واحده، صيفطنا لي اكثر من 7 مراسلات ما كاينش جواب، كاينش حوار. الان عندنا مراسله موجوده، قال لك جيبوها احنا جبناها، قال لك جيبوها ندير لكم حوار، راه جبناها بغيت تسلم انا ما تحضرها، كاينه موجوده الان. حنا كنطالبوا من السيد العامل التدخل، علاش؟ لانه خصو يدخل، لان السلطه مسؤوله ايضا عن هذه الكارثه. الجماعة مسؤولة أيضا عن هذه الكارثة. كيف هي سببات في الكارثة؟ ستكون جزء من الحل. الحل كيفاش خصو يكون؟ خاص تدخل من حجم كبير. السيد العامل خصو يراس الوزارة الداخلية ويطلب منها كوزارة دخل عند وزارة الخارجية. وزارة الخارجية عندها الصفة باش تدوي مع السفارة السعودية، لأن هادو شركاء سعوديين مقيمين خارج المغرب. هما 11 وريد مقيمين خارج المغرب. الان ما كاينش شي نزاع، يعني الان مبرر توقيف التزيئه السكنيه هو عباره عن بلوكاج فقط. الى ما تدخلاتش المؤسسات ديال الدوله ديالنا حنا، الملف ما عمره غيتحل. اكثر من ذلك الكارثه العظمى، حنا عطيناهم لي كوردوني، الابناء ديال الورثه عطيناهم التليفونات ديالهم، حتى واحد ما اتصل بهم. واكثر من ذلك الطامه الكبرى، هاد الورثه اللي دايرين بلوكاج الزيئة السكنية هنايا في اسفي، عندهم الوكيل ديالهم ديال الاعمال ديالهم كاين في الدار البيضاء. حنا كنتواصلوا معاه، وعمر شي واحد ما عيط ليه، عمر شي واحد ما استدعاه يقول ليه علاش انتوما يعيطوا عليه، لان لي كوردوني عطيناه لهم. هذا مسؤول يمثلهم داخل المغرب، اشنو الدور ديالو؟ يعيطوا عليه يديروا معاه اجتماع. علاش الورثة دايرين بلوكاج ديال الزيئة السكنية؟ لماذا؟ لان نحن الضحية. من المسؤول؟ هاد السواعدة داخلين في نزاع، حنا مالنا؟ حنا راه شرينا من مكتب البيع التابع لهم، حنا ماشي مشكلتنا هذه، حنا شرينا من مكتب البيع ديال السواعدة. اللي مسؤول على هاد الكارثة هما السواعدة، هو الجماعة ديال اسفي، هي السلطة المحلية، خاص السلطة دير خدمتها. الوكالة، الوكالة فين يا عم؟ وتصوروا معايا هذا المشروع، المشروع ديال بعدة الزيئة، أشياء كثيرة داخل بلا الوكالة ديال الورث. الان الى مشيتي للجماعه ديال اسفي والى مشيتي عندهم وما كايناش الوكاله ديال الورثه الان في الجامعه، يعني لو بروجي بالترخيص ديالو على 2011 و15 وما كايناش وكاله ديال الورثه. كيفاش تدخلوا؟ الله اعلم، انا ما عرفتش هاد الناس كيفاش دخلوا. اذا الخلاصه، نحن نطالب سيد عامل الاقليم ونطالب وزاره الداخليه كمؤسسه تمثلنا وتمثل المغاربة كاملة أن تتدخل، لأن الطريق الوحيد باش تضغط على السواعدة هو عبر السواعدة. خاص الدولة ديالنا حنا، وهادشي حنا مشينا للسفارة السعودية ودوينا معاهم ودرنا لهم أزيد من 120 مراسلة للسفير السعودي، ما تسوقوناش هذوك الناس. قال لك إلا بغيتهم يجاوبوكم خاصك ديرها عبر الدولة ديالنا، الدخل عبر وزارة الخارجية. قال لك عادي يجاوبوك، قال لك هذا التسلم الاداري الوحيد اللي كيمكن السواعده يجاوبوا فيه وبزز وهو وزاره الخارجيه. نقولوا ان الدوله المغربيه تخلات على مواطنيها. للاسف في الملف ديالنا حنا
للاسف المسؤولين ديالنا تخلاو عنا، لان كيف يعقل اننا حنا صور درنا جميع المراسلات تتخيل، وإلا بغيتي نسردهم عليك اي مراسله تخيل درنا لجميع الوزارات، السيد العامل، والي الجهه، وزاره الداخليه، وزاره السكنه والتعمير، النيابه العامه، القصر الملكي بالرباط، السفير السعودي، البرلمان، ولدينا مراسلات اخرى، السفاره السعوديه، ازيد من 120 مراسله السفير السعودي بالبريد المضمون وبالبريد الالكتروني، اكثر من ذلك مشينا حتى للسفاره وطفنا المغرب باسره وحنا كنوزعوا في المراسلات ولا احد اجابنا، لماذا؟ الله اعلم، انا لا اعرف. حنا راسنا الجميع، هذه مسؤوليه الجميع، درنا التعيينه، دابا المسؤولين هنا في اسيا كيقولوا علاش كتحتاج؟ كتقول لي راني كنحتاج راه 8 مليار اللي داو، راه لا احد يريد ان يتدخل، راه 8 مليار ديال السنتيم اللي مشات، راه كاين اللي واضع رزقه كامل هنا 100% 100%، حاط راه كاين 100 مليون 80 مليون 70 مليون، اما الا كنا حنا هنا كنحتاجوا، هناك مغاربه في الخارج ما مساكن ما قادرين يديروا والو، راه تما محروقين على فلوسهم غالب الله، ولكن هاد الناس هنا ينوبون عنهم. انا شخصيا لا اعرف، انا الذي اعرف انا الذي اعرف وانا غنعطيك بالادله واش انا مستعد نقولوا لي في العماله، ان السيد عامل الاقليم تدخل لحل مشاكل تجزئات اخرى وحلها عن طريق تجزئة الصفا. أولا الأورسيت، قناة الربط الخارجي اللي أنا دازت باسم الأورسيت، حلت مشكل ديال من؟ تجزئات سكنية أخرى. ولكن لماذا لم يتدخل في التجزئة السكنية ديالنا حنا؟ لأن هي المشكل رقم واحد بالإقليم هو الصفا. الأورسيت وهو القناة الكبرى ديال الصرف الصحي اللي كتحل مشاكل المدينة كاملة من الشمال إلى الشرق. لماذا لم يتدخل السيد عامل الإقليم في هذا المجال؟ علما أنه درنا مع اجتماع وحيد 4 سنوات اجتماعا واحد، ولا أعرف أنا الأسباب التي تمنعه من الجلوس معنا. حنا عندنا بزاف بيتقال ليه، وعندنا حتى المصاري خاص تسلكوا السلطة باش يمكن نتعاونوا نحلوا هذا المشكل. المشكلة الآن كيتصلوا بالسيد اللي باغي يحل المشكل، هذاك السيد راه معنا، هذاك السعودي الموجود في المغرب اللي عنده النيابة على مرتو، هذاك السيد هو الوحيد اللي باغي يحل المشكل. حنا راه كنطالبهم يتصلوا بالناس اللي ما بغاوش يحلوا المشكل، هما الوراثه والوكيل ديالهم الموجود بالمغرب. يعني نقولوا ان السعوديه تسمع للمغاربه، المغاربه ما تحملوش حقها. حنا اللي كنقولوا ان السعوديه هم طرف في هذه الكارثه، لانه كيف يعقل ان دخل بروجي في تالي دخل في نزاع، دخل بروجي والناس تحزز فيه ودخلت في نزاع 7 سنين، والمشكل الاعوص هو ان حتى من اللي تفك النزاع دابا الان باقي البلوكاج، الان كاينه وضعيه بلوكاج لا وجود للنزاع قاطع، وانما التاثير القضائي ديال الملف خلى البلوكاج من وراه. البلوكاج ماشي في اسفي، راه عندهم مشاريع اخرى في الدار البيضاء فيها حتى نفس الشيء، فيها بلوكاج، نفس المشكل في مشاريع اخرى عندهم هو نفسه اللي كاين في اسفي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.